إنك تكوني ضحية للعنف الأسري مش دايما بيكون واضح، بيبتدي ببطء، ممكن يتهيألك إنك موهومة، مهمومة وحاسة بالوحدة ومش فاهمة ليه. الإساءة ممكن تكون معنوية، شتايم، تهديدات، انتقادات، ممكن تكون مادية، شريكك بيتحكم في الفلوس ومخليك معتمد عليه، ممكن تكون جنسية، شريكك ممكن يجبرك على ممارسة الجنس أو بيتحكم في موانع الحمل وحرمك من حقك في اختيار إنك تخلفي طفل أو لأ. الإساءة ممكن تكون جسدية، مسببة إصابات وحتى الموت. رغم كل محاولاتك إنك تحمي نفسك، ممكن تكوني حاسة إن مفيش مهرب، ممكن تكوني قلقانة من اللي ممكن شريكك يعمله فيكي وفي أطفالك أو في نفسه. ممكن يوعدك إنه يتغير، أو ممكن تفتكري إنك ممكن تساعديه. ممكن تكوني قلقانة من كلام الناس، ممكن تكوني بتفكري إن الموضوع لازم يفضل سر، لو اتكلمتي هتتسببي في فضيحة لعيلتك ومجتمعك. لكن العنف الأسري جريمة في أيرلندا. تعرضك للإساءة مش غلطتك ومش مسؤوليتك إنك توقفيه. ناس كتيرة ممكن تساعدك لبر الأمان، طبيبك العام، الأخصائي الاجتماعي، جاردي، أفراد العيلة أو الأصدقاء الموثوق فيهم، ملجأ المرأة، الخط الساخن المجاني لمساعدة المرأة 24 ساعة، أو خدمة العنف الأسري المحلية. أنت مش لوحدك، ستات كتيرة في أيرلندا بتحصل على دعم من خلال خدمات العنف الأسري، واللي بيقدموا مساعدات معنوية وعملية زي مثلا المحافظة على الأمان، تربية الأطفال، المصاحبة للمحكمة، السكن وغير كده كتير. كل خدمات العنف الأسري بتوفر مساحة خاصة وآمنة للاستماع، بتديك اختيارات وبتدعمك وبتدعم كل السيدات بدون استثناء وبدون أحكام مسبقة. الأولوية هتكون لأمنك، صحتك وسلامتك. وأيا ما كان اختيارك، خدمات العنف الأسري هتكون معاكي وهتدعمك. مهما كان وضعك من ناحية الإقامة أو الهجرة، ده مش لازم يمنعك من طلب المساعدة وإنك تلاقي دعم في اللي بيشغلك. لو اللغة الإنجليزية صعبة عليكي، خدمة الترجمة متاحة من خلال مساعدة المرأة وخدمة ترجمة خط اللغة. ممكن تكوني فاكرة إنك متورطة لدرجة ملهاش مخرج، لكن بالمساعدة الصح أنت كمان ممكن تلاقي طريق جديد.